بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ إن احنا نتكلم على الدايركتري ستراكشر اللي هنمشي عليها في الكورس ده. إزاي هنبدأ إن احنا نقسم الفولدرات بتاعتنا؟ كل فولدر هيبقى مسؤول عن حاجة معينة، وغير كده هيبقى فيه فولدرات كاملة للأبلكيشن، فولدرات كاملة للكور بتاع الأبلكيشن نفسه. فتعالى نبدأ إن احنا نكريت أصلا الفولدر اللي هنشتغل عليه. أنا دلوقتي كده كل اللي عامله في التيرمينال، عندي بس فولدر هنا اسمه PHP-MVC، والفولدر ده فاضي مفيهوش أي حاجة. هنفتح الفولدر ده عادي في فيس كود، ومن هنا هنبدا بقى ان احنا نشتغل على البروجكت ده. طيب دلوقتي انا محتاج ان انا ماشي الابلكيشن ازاي؟ والله وانا اول حاجه محتاج اعملها اصلا ان انا اسيت اب الابلكيشن. فممكن نيجي هنا نقول كومبوزر انت الباكج نيم مثلا، ممكن نسيبها زي ما هي كده مثلا، او يعني اسم الفندور مثلا هنشتغل عليه تبقى سيك ثيتر هايفن مثلا بي اتش بي هايفن ام في سي. طيب الديسكربشن مثلا ممكن نسيبه فاضي لحد دلوقتي، الاوثر اوكي ماشي هو ده. المينيمم ستابيليتي هنسيبها فاضيه، الباكج تايب كل الحاجات دي هنسيبها فاضيه. دلوقتي كده لو عملت ls هتلاقي ان في كومبوزر دوت جيسون. لو بصيت على الكومبوزر دوت جيسون ده مش هتلاقي فيه اي حاجه غير النيم بتاع الباكج بس. عايز انت بقى تسيت اب ديسكربشن، يعني اتس اب تو يو. بس انا محتاج ان انا اعمل له دلوقتي ريكواير كذا حاجه. اول حاجه هحتاج ان انا اجيب باكج، الباكج دي هتبقى هي الفلوكس هايفن بي اتش بي بي اتش بي دوت انف، والكرنت فيرجن بتاعها تقريبا 5.2. ممكن تعملها من هنا او ممكن ان احنا نشيل ده خالص ونعملها عن طريق التيرمينال. ممكن دلوقتي كده تقول له كومبوزر ريكواير كومبوزر ريكواير لوكاس هايفن بي اتش بي دوت انف 5.3، ده الفيرجن بتاعها. ده عشان نبدا ان احنا نسيت اب الكونفيجريشنز بتاعت الدوت اي ان في فايل. لو ما شفتش البي اتش بي براكتيكال تيبس البلاي ليست اللي احنا كنا عاملينها، اي ريكومند ان انت تكون شايفها برضو، يعني دي حاجه نسيت اقولها في الفيديو اللي فات عن الريكومنديشنز. بس اغلب الحاجات اللي احنا هنستخدمها هنا هتكون برضو حاجات كتبناها قبل كده في الليست دي. فهناك كنا اتكلمنا في فولدر في فيديو الكونفيجريشنز، هناك اتكلمنا عن الدوت ان في زائد ان احنا نتعامل معاه. طب دلوقتي كده هتلاقي ان الباكج دي موجوده، هنحتاج باكج ثانيه وهي كومبوزر ريكواير سيمفوني هايفن او سلاش فار دمبر. الباكج دي مش هتعمل اي حاجه غير انها بس بتدينا جلوبال اكسس للفانكشن اللي هي دمب. بدل ما نستخدم الفانكشن فور دمب العاديه، يعني الدمب هتبقى فيها حاجات احسن شويه. مثلا لو الري اللي احنا بنلست عليها مثلا، او الحاجه اللي احنا يعني بنعمل دمب عليها ليها اكتر من ليفل ديب، فعايزين ان احنا بس نشوف الليفلات دي كلها يعني، فالدمب هتبقى اسهل في التعامل معاها. طيب دي كل الباكجز اللي احنا هنحتاجها، يعني مش هنحتاج ان احنا بقى نتست الموضوع، مش هنستخدم مثلا بي اتش بي يونت او بي اتش بي سبيك، مش هيبقى فيه يعني البروجكت مش هيبقى تيست دريفن ديفلوبمنت. ممكن بقى في حاجه ثانيه يعني نستخدم التستنج مع الموضوع. وانا برضو هن implement الميلينج سيستم، يعني الميلينج سيستم بسيط جدا، انت ممكن انت برضو تعتبره حاجه بلس ليك انت تعملها في اخر الكورس يعني. طيب دلوقتي كده انا جوه الفولدر محتاج ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه هحتاج ان انا اعملها اسيت اب برضو الاوتو لود. انا دلوقتي عايز امشي الفولدر ازاي؟ انا هيبقى عندي رود فولدر اسمه اب. اول حاجه جوه الاب دي هيبقى عندنا ايه؟ هيبقى عندنا فيه الكنترولرز والمودلز بتاعتنا اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم في قبل كده في الفيديو اللي فات. فهتعمل جواه فولدر تاني اسمه كنترولرز، وهتيجي على الاب هتكري جواه فولدر تاني اسمه المودلز. الفولدرز دول هم اللي هيهولد، كل واحد هيهولد جواه المودل، وده هيهولد جواه الكنترولرز بتاعتنا. طيب بره فولدر الاب هيبقى عندي ايه تاني؟ هيبقى عندي فولدر تاني اسمه الفيوز، ده الفيوهات بتاعتي اللي هتتعرض في الفرونت. هيبقى فيه كمان فولدر اسمه الكونفج. الكونفج ده عشان لو انا مثلا عامل فايلات الكونفجريشنز بتاعتي، حاجه زي الداتابيس كونفجريشن الميل كونفجريشن، فهحطها جوه الكونفج كلاس ده، او سوري جوه الكونفج فولدر ده. طيب ايه تاني هيبقى موجود؟ هيبقى فيه فولدر للبابليك اللي هو اللاندنج بيج بتاعت الويب سايت نفسها، ده اللي هيبقى فيه الاندكس دوت بي اتش بي، فممكن نكريته هنا اندكس دوت بي اتش بي. ده الفايل اللي هنبدا ان احنا نبوت السيرفر بتاعنا من عنده. طيب هنحتاج ايه تاني جوه الدايركتري ساعتنا؟ هيبقى عندنا دايركتري بقى هو اسمه الكور او الكور او السورس، زي ما انت حابب تسميه. يعني انا هسميه سورس، زي اغلب الباكجز بتسمي الحاجات بتاعتها يعني السورس كود بتاع حاجه بيبقى جوه فولدر اسمه سورس. انت عايز تسميه كور اتس اب تو يو. طيب في تاني موجود غير السورس؟ هتلاقي في برضه في عندك فولدر للراوتس، الراوتنج سيستم بتاعنا برضه هنبدا ان احنا نبوت الراوتنج من اول هنا. طيب دي كده كل الفولدرز بتاعتنا اللي احنا هنبدا نشتغل فيها. طيب هنحتاج ان احنا نسيت اب بقى الاوتو لود نفسه. هنوتو لود مره من الاب ومره من السورس، فهنيجي جوه الكومبوزر نقول له هنا الاوتو لود. هتلود مره من الاب، وده هيلود من الفولدر اللي اسمه اب، وكمان هتلود بقى يعني مثلا الباكج دي لو احنا هنسميها مثلا تيك ثيتر، فده هيبقى الروت نيم سبيس بتاعها، وده هيلود من الفولدر اللي اسمه سورس.
فكده لما اجي ان انا اقول اي حاجه من فولدر سورس ده كاني بنادي على النيم سبيس اللي اسمه سيكتيتر ده. طبعا انت ممكن تتشينج النيم سبيس ده لاي حاجه انت عايزها يعني، لو انت هتحاول ان انت تبلش الموضوع ده، بس اي ثينك يعني ان البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه ده مش حاجه ببلشبل يعني، هتبقى مايكرو فريم ورك او هتبقى حاجه صغيره جدا يعني، مش حاجه تقدر ان انت تعملها ببلش مثلا. طيب كده هنحتاج ان احنا نعمل بس كومبوزر دمب اوتلود عشان يجنريت الاوتلودنج بتاعنا. كده المفروض ان البروجكت جاهز ان احنا نبدا نشتغل معاه. زي ما قلت لو انت حابب ان انت تريكواير بعض الباكجز تانية تقدر انت تعملها ريكوير هنا. حابب انت تزود حاجه على الكورس يا ريت تبقى تعمل كده برضو، ويا ريت لو تعمل بيها بول ريكويست تشوف الامبلمنتيشنز الزياده بتاعتك ايه، عشان لو هي مثلا حاجه مهمه انها تتعمل ممكن احنا نبقى نعمل لها ميرج مع المين بروجكت اللي احنا كنا عاملينه، او يا اما ننزل بيها فيديوهات جديده بعد كده عن الابديتس اللي الناس كانت بتعملها. طيب كده يبقى احنا خلصنا الفيديو ده. الفيديو الجاي ان شاء الله نبدا ان احنا نتكلم على اول حاجه هنعملها وهي الراوتنج سيستم نفسه هنبدا نشتغل بيه ازاي. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالفيديو ده اول ما تعمل ابلود. هتلاقي في الديسكريبشن السوشيال لينكس بتاعتنا، وكمان هتلاقي السورس كود بتاع البروجكت الكامل. اتمنى تكون استفدت، شكرا والسلام عليكم.